لما ذكرت الأمر والنهي واستجابة العبد المسلم لنفسه أشرت إلى قيد مهم، أن المرأة لا ينظر إلى رغبة النفس والهوى. اليوم لو فتشت من فتشت تجد الكثير من الناس وكأنه يؤمن بهواه، وكأنه يتابع رغبته، وكأنه يسير على ما تريد منه شهوته، وهذا والعياذ بالله من البلاء. المرء يتردد مرات ومرات ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، هل أتبع هذه السنة أو لا أتبع؟ هل يحمدني الناس؟ هل عقلي يقبلها؟ هل رغبتي ترضى بها؟ فإذا عقله رغب هذه السنة وهواه والف هذه السنة عمل بها، هذا عند النظر والتحقيق هو لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يؤمن بهواه، يؤمن برغبته. وإلا المؤمن الحق يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقل الحكمة أو لم يعقل الحكمة، عرف المراد أو لم يعرف المراد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ بالحجر الأسود ويقبله ويقول: والله إنا نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأخبر عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع حسر المنكبين، الحسر على المنكب والرمل في الأشواط الأول من الطواف، أخبر بأنه كان لأمر حادث عندما كان المشركون يقولون بأن محمد أو جاءكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى خيبر. قال عمر: وأما الآن فقد أعز الله الإسلام، ولكن نلتزم بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نعقل لماذا يحسر الإنسان عن منكبه بعد أن تم الإسلام وبعد أن أظهر الله تعالى الإسلام، نعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما قال رضي الله عنه علي بن طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على الخفين يمسح أعلاهما، مع أن الذي يصاب بالتراب وبالكدر هو أسفل الخفين. وبعد ذلك نقول بأن العبد المسلم ينبغي أن يمتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقل المعنى أو لم يعقل المعنى.